طب يا جلال بيه، يعني انا ذنبي ايه حضرتك عشان عاوز تسجني؟ انا بقول لك لو استغبيتي، لكن لو استغليتي الفرصه هتبقي مليونيره. في غمضه عين هيبقى معاكي 20 مليون جنيه، هتروحي في حته تانيه خالص. هو حضرتك عايز مني ايه بالظبط؟ تقتلي طارق. الموضوع سهل وبسيط، شوية سم في كوباية عصير يشربها وبالسلامة، ساعتها كل حاجة هترجع لي تاني. عم ده اتهبل في مخه ولا ايه؟ تخيلي بيقول لمصطفى المحامي اديك 20 مليون جنيه مقابل ان هو يشوف له اي ثغره قانونيه تبوظ له الورق بتاعي. وهو مصطفى قال له ايه؟ انا هزر ولا ايه؟ مصطفى ده الراجل بتاعي، لا يمكن يبيعني او يخني ولو بكنوز الدنيا. طب اشرب العصير. تسلم ايديك يا روح الروح.